أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستبدأ اعتبارا من اليوم حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأشار الرئيس إلى أن الأطقم الطبية هي أولى الفئات التي ستتلقى اللقاح، ثم المصابين بأمراض مزمنة، ثم كبار السن. أنا عايز أقول لكم إن إحنا هنبدأ من بكرة إن شاء الله برضو حملة التطعيم على باللقاحات، بكرة هنبدأ بالأطقم الطبية إن شاء الله، ثم يعني الناس اللي هي يعني عندها يعني امراض مزمنه، ثم كبار السن، وهو لهم مجرد ربنا يحفظك. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يحفظك جميعا. تحياتي لكم جميعا ومن خلالكم لمصر، اللهم امين. شكرا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا.